فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن الغيبة تنقص أجر الصائم، فهل يبطل ثوابه كاملا بحيث أنه لا أجر له؟ الله أعلم. إذا كان إنه يكثر من الغيبة فإنه لا أجر له، وأما إن كان فعلها مرة أو تركها بعدما فعلها، إن تاب تاب الله عليه، وإن استمر فإنه يؤاخذ عليها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.